نرحب بألاء سلايمة، وهي مقدسية تقطن وتسكن في حي الشيخ جراح، تنضم لنا عبر السكايب. أهلا وسهلا بك ألاء. أهلا بك إسراء، مرحبا. أهلا، بداية معك خلينا نتعرف ألاء على آخر المستجدات حول ما يحدث في حي الشيخ جراح. فعليا لليوم حي الشيخ جراح محاصر. اليوم صار 22 للحصار على حي الشيخ جراح، حصار غير قانوني وغير مشرع. تم رفع دعوة على محكمة الاحتلال برفع الحصار عن حي الشيخ جراح، ولكن المحكمة كانت تقضي حكومة الاحتلال بحصار حي الشيخ جراح وإغلاقه. طبعا أخذوا ذريعة عملية الدهس اللي صارت قبل فترة، ومش ناويين يرفعوا الحصار عن حي الشيخ جراح لأنه في اشتباكات مستمرة فيه. بيحكوا إنه عم بيفتشوا عنا العرب مثل المستوطنين، هذا الحكي ما في درجة صحة. عم بيطلقوا قطعان من المستوطنين بشكل دوري على الحي مسلحين على أعين الاحتلال، مقابل إحنا سكان الحي أنفسنا بندخل بصعوبة شديدة. كل مرة بيتم تفتيش هوياتنا، عدة مرات إحنا قدمنا أوراق فواتير كهرباء ومي وأرنونا لنسبة إن إحنا ساكنين بهذا البيت عشان يسمحوا لنا ندخل على الحي. لهاي اللحظة الحي محاصر، مطالب بفك الحصار عن حي الشيخ جراح. امبارح تم استلامنا ورقة من حكومة الأردن ربما تساهم وتقوي موقفنا في محكمة الاحتلال إذا قبلت فيها حكومة الاحتلال أو المحكمة نفسها. إذا قبلت بهاي الورقة ممكن تكون في إلها أثر إيجابي. نعم، ولكن قضية حي الشيخ جراح فعليا لم تنتهي. تم وقف إطلاق النار في غزة، وقف ضرب الصواريخ، ولكن في الواقع عندنا 6 أحياء في الشباب مهددين بالتفخير العرقي، وحي الشيخ جراح كمان إحنا لسه مهددين. في القضية ما خلصت، ما أخذنا لسه قرار يأمننا في بيوتنا إنه نضل في البيوت هاي بدون ما يكون في تهديد. حالياً الوضع لسه في محكمة قريبة، رح نشوف إيش رح يصير فيها بخصوص 4 بيوت من أصل 28 بيت. يعني إحنا 508 أشخاص في حي الشيخ جراح، بالمقابل في بسلوان أكثر من 7500 إنسان في 6 أحياء من سلوان مهددين بالتطهير العرقي. لسه القضايا شغالة ما خلصناش. هاي الرسالة اللي بنضل نكررها للناس إنه لسه إحنا حي الشيخ جراح لم يبث في قضيته ولا بيبث في محاكم أهلنا في سلوان، فلسه القضية مستمرة. عم نحاول نخلي صوتنا دائما مسموع وعالي، نعلي الصوت ليضل الناس عايشة في حدودهم القضية الفلسطينية والحي الشيخ جراح في سلوان. نعم، طيب ألاء، يعني على صعيد شخصي حقيقة نريد أن تحدثينا عن قصة عائلتك مع هذا المنزل، يعني تاريخ عائلتك فيه، منذ متى تقطنون في منزلكم في حي الشيخ جراح؟ هذا البيت من 56 موجود. طبعا أجدادنا الله يرحمهم تم وراثة البيت. الأول اللي سكنوا هم لاجئين من حيفا ويافا، فأصلنا احنا كلياتنا اللي ساكنين في حي الشيخ جراح عائلات مهجرة من حيفا ويافا. قصتي مع هذا البيت طبعا من بداية وجودي على الحي، يعني كل حياتي أنا في هذا البيت. في أكيد اشتباكات بيننا وبين المستوطنين على مدار الأيام. بالطفولة فيش حدا بيقدر يطلع من الشباك، مش بس إحنا، كل صبايا الشباك حي كانوا أطفال بيوم من الأيام وما كانوا بيقدر يكون بالشارع بدون أمان، لأنه فيش أمان. في مستوطنين وأطفالهم بيعملوا استفزازات لإلنا، بيعتدوا علينا. صار أكثر من مرة هجوم علينا إحنا بمنزلنا من قبل المستوطنين. نعم، تم في مرة من المرات الاعتداء علينا بالسلاح، تم بالسلاح تعدي على كل باب البيت، اكتشف بالسلاح من مستوطن. طبعا ابوي ما كانش بالبيت، اتصلنا بالشرطه على ما اجى ابوي. وصلت الشرطه طبعا اذا مستوطن بتصل دقائق وبتكون سياره الشرطه موجوده. احنا كفلسطينيين او عرب نتصل على الشرطه طبعا اخر وقت ما بدهم يجوا، اجوا المفروض يعتقلوا المستوطن، اعتقلوا ابوي. تحقيق 5 ساعات مع أبوي، هو أصلاً ما كان بالبيت، هو صاحب البيت، هو المعتدى عليه. بالمقابل المستوطن طلعوه مختل عقلياً وعنده مشاكل عقلية وما بقدر، غير قابل للمحاكم القانونية. وكل مرة بيصير فيه اعتداء من قبل المستوطنين علينا نفس الحجة، مجنون.
أو ما بقدر أحاكمه قانونياً لأنه هو في عنده مشاكل عقلية. ألا وأنت طفلة حابة تذكري لنا موقف، يعني كيف كانت مناوشاتكم مع المستوطنين؟ كيف كانوا يتعرضوا لكم وأنتوا أطفال طبيعيين عايشين في بيتكم وعم تمشوا في هذا الحي، ممكن محتاجين تلعبوا بالشارع بحارة البيت وما إلى ذلك، كيف كانوا يتعرضوا لكم؟ فعلياً مش الخيار الموجود لإلنا كأطفال نلعب بالشارع، لأنه أطفال أنا بفتح باب بيتي بلاقي باب هم بسموه قبر شمعون صديق، وقبر لحد من عائلة حجازي، تم كسر الشاهد قبل سنوات داع قبر شرط عائلة حجازي حطوا مسمى شمعون صديق، المنطقة اللي حواليه بيصلوا بتعبروا فيها وبيعملوا أعيادهم، حتى إحنا بنسكر الحي عندنا بشكل كامل لما بكون في أعياد لإلهم، بفتح باب بيتي بلاقي باب المقبرة بتاعتهم محل ما بتعبدوا بيصلوا ومكان موجود القبر، فكتير وجهنا بوجههم ونصبح ونتمسك لهم، فيش خيار عنا انه نكون في الشارع او باب البيت بدون ما يكون حدا واقف بيراقب لنا الطريق، ما حدش يتعرض لنا، ولا المستوطنين الاطفال انفسهم كانوا بيسبوا علينا، بيسبوا على ذات الالهيه على رسول محمد، محاوله للاستفزاز او رمي احجار. يعني في قصه انا ما بنساها ابدا، كان في يوم في باب آخر للبيت، الباب الخلفي كان إحنا نسينا، فدخل مستوطن الساعة 4 الفجر على بيتنا، دخل على الصالون على المطبخ فتح الثلاجة وقاعد بياكل الساعة 4 الفجر. أها. دشتنا. بكل بساطة يعني إحنا هاي قمة الاعتداء، يعني حتى صحيح. على الخصوصية يعني مش بس على البيت يعني. إحنا المفروض أي بني آدم طبيعي يفكر بهاي النظرة، بالنسبة لإلهم بحماية جنود الاحتلال بيعتدوا على الناس. طبعا يوم اتصلنا على الشرطة برضو تم اعتقال أبوي بالتحقيق معه لساعات، وتركوا المستوطن، أحكوا لنا مجنون ما بنقدر نحاسبه. نعم يعني تزامن مع بيقدر يدخل بالطريقة الخفية هاي على بيوت الناس وياكل من ثلاجتهم ويهرب لما يطلع صاحب البيت يصرخ فيه ويهرب من الحي، أي مجنون هذا؟ يعني آلاء تزامن مع اللي حكيتيه صراحة كثيرة هي المشاهد اللي شفناها لمناوشات بين المستوطنين وأهالي الحي، فممكن يكون في مداخلة من الاحتلال وأيضا اعتقال هذا الشاب. أنا حابة تحكي لي تفاصيل أكثر عن هذه المشاهد، يعني أنت حكيتينا بجوز شيء شخصي ولكن أنا حابة تحكينا أكثر عن هذه التفاصيل خلال الأحداث. صحيح، يعني من آخر أيام رمضان لليوم كنت في عنا تواجد في الحي، كان في رمضان مائدة الإفطار نفطر مع بعض، أي شاب كان بيقدر يدخل يوصل عنا على الحي كان عم بدخل برغم انفصال التجديدات الممنوعة، إلا إنه كانت الناس تصل عنا على حي الشيخ جراح وإحنا نكون موجودين. خلال هاي الجلسات طبعا في مستوطنين بدخل مسلحين على حي الشيخ جراح، بالمقابل احنا قاعدين بشكل سلمي، فيش اصلا سلاح بايدنا الا الفجر اذا بده يكون معنا سلاح، بحماية جنود الاحتلال كانوا عم بيتعدوا علينا، يعني اكيد شفت المشاهد بهم بضربوا الشباب الحراسي على المستوطنين، احنا قاعدين بس عم نفكر، بس شربنا كاسة المي المستوطن من ورانا ووراه جنود الاحتلال شايفينه رش علينا غاز، احنا بس عم نفكر، يعني بتم اعتقال اي حدا بالسبب وبدون سبب، تم اعتقالي انا وابوي واخوي على شو؟ عشان أخوي بدرس على البيت، الجندي منعه قعد يصرخ فيه، ضربوا بعدها بالكهرباء اللي هي أداة ممنوعة بكل دول العالم دوليا ممنوعة، ضربوا بالكهرباء نزل على الأرض وتم اعتقاله. فلما شفت أنا وأبوي أخوي معتقل بدون أي سبب بس طالع بده يفوت على البيت، صرنا نسحبه من بين إيدين الجنود، أخذونا أنا وأبوي وأخوي، شو السبب؟ قول إيش بدك تفوت على بيتك؟ احنا ممنوع هلا تقريبا نوقف على باب البيت بدون اثبات هويتنا، هذا باب بيتنا، ممنوع نوقف داخل الشارع، احنا طبعا كل الفعاليات اللي عم نعملها هم مانعين لنا نعملها، بس نعملها شكرا فيهم انه هاد حينا وارضنا وبيوتنا، ف شفت خلاص تصير طائرة ورقية بالعلم الفلسطيني، تم اعتقال الشاب اللي طير الطيارة، الجداريات اللي عملناهم، الشاب اللي عمل الجداريات اعتقل اكثر ريشة، يعني مستوى انه الاحتلال كيف، تم اعتقال الريش جريمة حرب، جريمة اداة جريمة. كل الفعاليات البسيطة اللي عم نعملها عنا برغم انها عم نواجه بعدها قمع واعتقالات واشتباكات مع جنود الاحتلال، بتم اعتقال الشباب والصبايا، الصحفيين بتم اعتقالهم لليوم، في صحفيين اثنين زينة حلواني ووهبة مكية تم اعتقالهم خلال الاشتباكات، بس لانهم بصبروا،
يعني وظيفة الصحفي أنه يصور نقل الأحداث والحقيقة. طب ما تقال طيب ألا يعني إحنا شهدنا طبعا في بداية الهبة صار في نشاط من رواد مواقع التواصل، يمكن حاليا خفت هذا النشاط فعليا، فما هي رسالتك حقيقة للعالم؟ هل فعليا النشاط الإلكتروني الذي حدث أثر بشكل إيجابي على قضيتكم؟ لولا النشاط الإلكتروني والهبة الإعلامية اللي صارت كان إحنا هلا مش ببيوتنا. الفرق هاي المرة يعني بال 2009 تم تشجير 3 عائلات ومشيتهم الناس، قعدوا الناس تفرشوا الارض مده 6 اشهر، ما حدا يعني ما كان في التسليط الاعلامي، والاعلام اللي اتصور هو اعلام محلي، وهم يعني بعد سنوات نسوا الناس مين تفجر. هلا الفرق انه احنا كنا اطفال، صار بإيدنا تليفونات وصارت نعرف نستخدم السوشيال ميديا، لاول مره الشعب الفلسطيني عم يستخدم السوشيال ميديا بالطريقه الصح لايصال الحقيقه. من خلال التلفونات ومواقع التواصل الاجتماعي احنا عرينا الاحتلال، طبعا كيان صدور بيدفع مليارات الدولارات لتقنيع صورته خاصة مع الدول الغرب من السلام والديمقراطية. هلا تم تعريفه وفضح كل جرائم الاحتلال اللي عم بتصيبه من خلال السوشيال ميديا ومن خلال الجيش الالكتروني اللي كان عم بنشر ويطلع محتوى حي الشمجرات ايش عم بصير، بدعمونا برا البلد وبنشروا فعلا. نعم كان في دور كثير كبير بايصال قضيتنا لكل العالم، ومطالبه 9 من اعضاء الكونغرس اللي وقفوا بدم النواب بيحكوا بقضيه الحي الشيخ جراح بالقسم بالاقصى بغزه، فهاي نقله نوعيه لاول مره بتحصل بالتاريخ انه يحكوا بالتحديد الشيخ جراح بمسجد الاقصى. فالهم طبعا دور. انا رسالتي هلا عم بطلب منكم من كل حدا عم يسمعني انه استمروا، لسه قضيه حي الشيخ جراح ما خلصت، في عندنا 6 احياء بسلوان يعني اكثر من 7000 مصيف بني ادم مهدد بالتطهير العرقي، لسه هذول رح يتسلوا فينا الاحتلال لانه في تسليط ضوء اعلامي ممتاز جدا على قضايا حي الشيخ جراح وسلوان والجرائم اللي عم يعملها الاحتلال معنا. فاذا خط هذا الضوء رح يستفيد فينا بشكل معتب اعلاميا. صحيح كان في من قبل انتهاكات لحقوقنا، حتى احنا في دولة محتلة بان حقوق كمدنيين احنا مش عم ناخذها. هلا فعليا اذا طلب الاعلام اللي هو الاعلام الحقيقي من الناس من الشعب الحقيقي، مش بحكيش صحفيين وهيك، صحفيين عم بنشروا يعطيهم الف عافية، بس احنا كشباب انا صبية عادية بس بفتح حسابي وبنشر ايش بصير، وفي كثير شباب اللي هدول الشباب بنشر ايش عم بصير فعلا. نعم. تطهير الأرض زيادة الاشتباكات عم حاليا زادت الادخالات بشكل كثير كبير. الشباب اللي بيعتقلوا بقطع عنهم تأمين صحي بيبعدهم عن المسجد الأقصى، أبعد شابات وصبايا ونساء عن المسجد الأقصى كثير هاي الفكرة، يعني عم بحاربونا بكل الوسائل. بس مع هيك احنا مستمرين، رح نقوى أكثر إذا أنتم كمان بتضلوا مستمرين معنا تنشروا تحكوا إنه الشيخ جراح مش ترند فترة وخلص، أبدا لسه احنا مستمرين. لسه أهلنا سلمان يعني بداية طريقهم. نعم صحيح. فإحنا لازم نوصل صوتهم لكل العالم، مش لازم نسمح بهاي الجريمة، هاي جريمة حرب فعليا. نعم. طيب آلاء أخيرا، رغم الهبة الإلكترونية يعني فعليا في تفاصيل يومية بيعيشها أهالي حي الشيخ جراح أو حتى الأحياء الأخرى المهددة بإخلاء المنازل، أنا حابة تحكي لي عن التفاصيل اليومية اللي بيعانوها اللي ممكن ما وصلت لنا خلال مواقع التواصل أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني فعليا إحنا كل يوم نفتح باب بيتنا في قصة في الحي، في اقتحامات للي في مستوطنين بدخلوا مسلحين على الحي، جارنا عمره 70 سنة تم الاعتداء عليه وهو طالع بالليل على بيتهم في درج بشكل يعني في زوايا كتب فيها قبل ما يوصل بيته، تم الاعتداء عليه من قبل المستوطنين، بس لو قدم شكوى غريمة القاضي مش راح يطلعوا بإيده شيء. فهاي اللي احنا بنتكلم عليها كل يوم من بداية الحصار، هاي يعني احنا إذا قدرنا نوثق ايش عم بصير أول بأول عم توصل الصورة، إذا لا فهو فعليا خلص راحت ال راح الانتهاك او ايش عم بصير، كيف بتقتحموا البيوت، كيف بتعدوا على الاسلام الكبار، حتى اطفالنا مش ممكن نخليهم بالشارع لانه مش امان. نعم يعني فتحوا الجداريات ساعتنا الساعه 12 ونص بالليل، مين اللي وثق؟ هم فعليا بس الشباب الموجودين بالحي، احنا اهل الحي انفسنا. ففي هم بيستنوا الناس تروح بيوتها يصير فيش صحافه، بيجوا بيقتحموا البيوت، بيجوا بيمسحوا الجداريات بحجه انها تخرج على العنصريه. معناها بس اسماء العائلات اللي كنا كاتبينها على الجداريه، اهلا وسهلا بكم حي الشيخ جراح مع خارطه فلسطين، هم ما بدهم اي شيء بدل على الهويه الفلسطينيه، عشان هيك امبارح دعسوا طفل
عمره 11 ل 12 سنة عشان حاطط على البسكليت علم فلسطين. يعني أي شيء بدل على الهوية الفلسطينية عم بحاولوا يقمعوا ويهودوا القدس والأحياء المحيطة بالقدس. يعني حقيقة شكرا جزيلا يا آلاء من حي الشيخ جراح. تمنياتنا فعليا ألا تحدث جريمة تطهير عرقي جديدة، لأنه حقيقة آن للنكبة ألا تستمر. شكرا جزيلا يا آلاء.